ملامح الخوف والجوع تسيطر على وجنات أطفال سوريا هنا في مخيم السلام الحدودي الذي يقطنه ما يقارب أكثر من 9000 مهجر فروا من قصف طائرات النظام التي سوت منازلهم بالأرض. ولكن هذه الخيام التي تتلاعب بها الرياح وتتسرب إلى داخلها مياه الأمطار لم تعد صالحة للاستخدام مع قدوم فصل الشتاء. يعني أول شيء الأمم المتحدة ضمير ما في، الدول الأوروبية ضمير ما في، بركتنا لا بتنبرك، الإنسان ما بتحملها، الله وكيل. الأولاد بالليل ما عم ناموا الليل من البرد، يعني بيجوا ببعثوا لك مساعدات. إيه والله جانا بالي بتحطها غير للحرق ما بصير. الطعام هنا وجبة واحدة عند الظهيرة في كل يوم تحضر في هذا القدر الكبير دون أن تراعى أدنى المستلزمات الصحية. أما عن هذا فهو خزان المياه الوحيد في المخيم. في كل خيمة من هذه الخيام معاناة لا يسمع صداها إلا بالخيمة التي تليها. العم إبراهيم أب لخمسة بنات حدثنا عن وضعه في المخيم. يعني بالنهار عم يجيبون أكل غدي بس، طيب فطور ما بي وعشي ما بي، هذي تنتين هدول ما بسمعوا، بس عندي هدول يهمني أكتر الشيء. مين بدي يطلع عليهم إذا اثنيناتهم ما يسمعوا؟ أنا أموت بس ما يصير لهم شيء هدول. في ظل هذه الأوضاع المأساوية يناشد قاطني هذا المخيم المسؤولين بتسوية أوضاعهم وتقديم ما يمكنهم من الاستمرار بالحياة، سترة أو غطاء تقيهم من برد الشتاء. قال إيش وزع على الأولاد؟ قال لعبة هيك صغيرة ما بعرف إيش. نحن بدنا لعبة إلا بدنا حرام، بدنا كل عائلة سفنجة واحدة وبط واحد للولد. طيب هذا عنده 6-7 أولاد، هالولد يعني هالبوت هذا يكفي للسبع أولاد. الكثير من العائلات مضى على وجودها هنا أكثر من عام بانتظار أن يسمح لهم بالدخول إلى المخيمات التركية في الطرف الآخر على أقل تقدير. ريان الحلبي لأورينت نيوز ريف حلب.